السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ. إذا راكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي راه تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، أي حاجة جديدة نديرها توصلكم. نروح مباشرة للوصفة. بالنسبة للوصفة تاع الكيك، حنا عندنا زوج كيسان تاع الفارينة، زوج كؤوس تاع الفارينة، عندنا وحدة خميرة كيميائية الوزن تاعها 10 غرام، يعني 10 غرام خميرة كيميائية. عندي كاس إلى ربع تاع السكر، عندي نصف كاس تاع الحليب، والمقادير من الأحسن يكونوا درجة حرارة المطبخ. هنا عندي ربع كاس تاع الزيت، عندي هنا شوية تاع لافاني، أنا عندي سائلة تنجمو تبدلوها بلافاني تاع البودر تاع السكر. وهنا عندي ملعقة كبيرة تاع الكاكاو البني، من الأحسن ديرو بني. وعندي هنا نصف كيس تاع نسكافي قهوة سريعة الذوبان. هنا عندي 3 حبات تاع البيض، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوهم. هنا جبت هاد البول تاع الخلاط الكهربائي اللي نهرس فيه البيض. البيض من الأحسن يكون متوسط الحجم، ما يكونش صغير بزاف. حبة الزوجة هنايا، نزيد الحبة الثالثة. هاد الكيكات نجمو ديروها بالدراب اليدوي، يعني عادي كهربائي لاخر، نتخلص من هادو. ودروك بعد ما حطيت هاد البيض، غادي نزيد السوائل، نزيد هنايا الزيت، نزيد السكر، قلتلكم كاس الى ربع تاع السكر، نزيد هنا نصف كاس تاع الحليب كما هكا. حطينا كامل هاد المقادير. نجيب هنا هاد النسكافي، غادي نحلها باش ندي منها غير نص، النص الاخر تكتشفوا شنو غادي ندير به، ندير غير قليل فقط خاطر ديجا غادي نديرو الكاكاو. نزيد هنا ملعقة كبيرة تاع الكاكاو، نزيد هنا شوية تاع لافاني. لافاني هادي سائلة احسن من الاخرى، نبغيها تمد بنا شابة في هاد الصوالح. حطيت شوية، نجيبو الخلاط ونقعدو نطلعو في هاد المكونات كيما هكا. انا فقط نخلطو شوية باش ميبقاش يتربع عنا هداك الكاكاو. هنا بعد ما كملت وخلطت هاد المقادير، غادي نجيب هنا هاد اللي طلعته، هاد الخليط الاول نحطه هنا. هاد الكيكة تجي بزاف شابة وبنينة، فيها واحد الريحة تاع النسكافي تخرج بزاف شابة. هنا بعد ما كملت نجيب هنا صفاية، نجيب الفارينة، نغربل الفارينة تاعي. احسن دايما نغربلو الفارينة باش الكيكة تاعنا ما يجيش فيها التكتلات، ولا يعني تجي كيكة ملسة وتجي شابة. درت الكاس الزاوج الاول، عفوا، نزيد هنا الكاس الزاوج، نبقى نغربل فيها. كما هكا هنا نجيب هذا الكيس تاع الخميرة الكيميائية، اسمع تاع كومبلي 10 غرام خميرة كيميائية. هنا نبدا نخلط في هاد المقادير، نخلط هنا غير بشوية قد ما يدخل معايا باش ما يتزربعليش هاد الفارينة. يعني هنا نبدا نخلط نخلط مليح حتى ديك الفرينه ما يبقولوش الحبيبات تاعها، يعني اللي نتحصلوا على قوام يكون املس كما تشوفوا، كما مضاين نخدموا الكيك العادي. لق الفرينه قاعد تذوب في هذا الخليط. هنا جبت المول تاعي، هذا الصينيه تاعي فيها 24 في الطول على 24 في العرض، راهي مربع. نتوما تقدروا ديروا في مول واحد اخر، لكن الشاولة ديروا 24 اللي يكون فيه 24 على 24، ولا كاع يوصل 26 باش ما تجيناش هذيك الكيكه هاوده بزاف. انا هذا المول درت له الزيت وزدت رشيتها بالفرينه باش ما يلصقليش. غادي نجيب هذا الكيكه تاعي نعاود نخلطها شويه القوام تاعها ونفرها كيما هكا. نبدا نوزع هاد الكيكه على كامل هاد المول تاعي باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هاوده. ندير لها هكا، نقعد نخبط فيها. هنا جبت عود تاع اسنان، ولا تجيبو عود تاع شواء وتبقاو ديرو هكا في خطوطه. علاه نديرو هاد الخطوطه؟ باش نخرج منها الهواء، باش بعدا من الطيب ما ديرليش دوك الفقاعات من الفوق كيما تشوفو. كتشوفو الفقاعات، نبقى هكا ندير في خطوطه
باش من بعد ما تطلع ليش يعني يمين طيب تطلع مستوية، ما تجيش جهة طالعة وجهة هاودة كما هكا. وندخلها الفرن، الكوشة تاعي الفرن اللي محميه، حميته من قبل ما نبدا العمل حميته. دروك ندخلها الفرن على درجة تكون شوية متوسطة، ما تكونش عالية عالية بزاف. ونطيبها، نطيبها من التحت بعد نشعل عليها من الفوق. هنا بعد ما طابت معايا هاد الكيكة، هنا راهي بردت معايا شوية، يعني ماهيش حامية حامية، خليتها شوية تطفى فقط من تخرجوها من الفرن، تخلوها فقط 5 دقايق هكا تطفى. نبدا نتقب فيها كيما هكا بهاد الطريقة، نتقبها باش غادي نشربوها دروك. نجيب هنا نصف كاس تاع الحليب، نصف كاس تاع الحليب نجيبها هنا، نزيد لها هنا 2 ملاعق صغار تاع السكر باش ما مش الكيكه ما توليناش سامطة كيما هكا. نزيد دروك هنا هذا نصف كيس تاع نسكافيه اللي بقالي، نبدا نخلط هكا هذا الحليب تدوب معايا كامل هذيك النسكافيه. مور ما تذوب هذيك النسكافيه شويه، نجيبو هنا هذا الحليب، نجيبو كانسو ونبداو نشربو في هذا الكيكه تاعنا. هنا مور ما شربت هذه الكيكه تاعي ممكن تشوفو، غادي ندخلها هنا للثلاجه نخليها بلا ما نحضرو طبقه الزوجه. بالنسبة للطبقة الزوجة هنا عندي، غادي ندير فيها كاس تاع الحليب، كاس ونص تاع الحليب، ندير الكاس الأول، نزيد هنا نصف الكاس تاع الحليب، نزيد لهم 3 ملاعق كبار تاع السكر، نتوما ديروا على حساب الذوق، ونزيد لهم هنا 2 ملاعق كبار تاع النشا المايزينا كيما هكا. هنا نخلط مليح هاد المايزينا مع الحليب والسكر كما تعرفوا باش ما تقعدلناش هكا الطبقه تاعها من فوق باش ما يديرلناش تكتلات. ودروك ندي هاد الكريمه تاعنا، نديها فوق النار، نشعلها على نار تكون متوسطه، نبقى نخلط فيها مليح حتى تبدا تغلي. من تبدا تغلي تشوفوا القوام تاعها تماسك وبدات تتقال، يعني ما تقالش بزاف يعني من تشوفوها بدات تتقال وحكمة روحها تقلعوها من فوق النار. نديها انا فوق النار ونولي معكم نشوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. هنا هاد الكريمه شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا تتقال، شوفوا كيفاش تتقال. هنا فقط غادي ندير لها شويه تاع لافاني اختياريه، تبغوا ديروها لها تبغوا ما ديروها لهاش، فقط تجيب تعطينا بالنشا شابه كيما نعرفوا لافاني، فقط قطره واحده غير هكا خلط يعني. وهي حاميه ما تخلوش هاد الكريمه حتى تبرد، خاطر الا بردت ما غاديش تولي تمشيكم فوق الخليط، يعني ما توليش حاكمه روح. وهنا عادي تكبوها فوق الخليط تاعكم. هنا بهذه الطريقه بعد ما سقمت لها كامل سويت الوجه تاعها، غادي نخليها هنا شويه تدفى وندخلها للثلاجه باش تحكم روحها مليح لقى هذه الطبقه تكون حاكمه روحها، باش نزيد الطبقه الثالثه اللي هي صوص الشوكولاته ساهل بالبزاف. الطبقه الثالثه والاخيره، الطبقه التاليه كاع اللي هي صوص الشوكولا، تجي بزاف بنينه وتجينا شابه في هذه الكيكه كيكه نسكافي. غادي نسحقوا فيها هنايا كاس الى ربع تاع السكر، كاس الى ربع تاع الحليب، كاس الى ربع تاع الزيت، و 4 ملاعق كبار تاع الكاكاو. هذا هما المكونات اللي غادي نسحقوهم. ودروك نجيب هذاك البول نبدا نحط في المكونات، حطيت الكاس الى ربع تاع السكر، نزيد الحليب، هذا الخليط الا بغيتوه يجيكم شويه ثقيل ديروا غير نصف كاس تاع الحليب. هنا نزيد هذاك الزيت تاعنا نحطه. دروك غادي نجيب البراميكسر تاعي ونبدا نطلع في هاد المكونات حتى نتحصل قوام يكون ثقيل. كما شفتوا الزيت ما درناش ضربه واحده، يعني درنا غير النص، وبعدها غادي نولوا نزيدوا في الزيت بالتدريج. علاه؟ باش يطلع عنا كيما نديروا المايونيز. كما شفتوا هاكا نبدا نضيف دروك الزيت غير بشويه ونطلع في نفس الوقت باش يتقال لي هذا الخليط. شوفوا هنا القوام تاعه كيفاش ولا، راه ثقيل القوام تاعه. هنا الا بغيتوا تزيدوا هذه الكميه تاع الزيت بغيتوا تقلوه غايه زيدوها، لا بغيتوا ما تزيدوهاش ما تزيدوهاش. انا غادي نزيد منها غير شويه باش يخفف لي شويه باش هنا شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا.
خلطه معكم. شوفوا يجي ثقيل، شوفوا هو من يزيد يدخل للثلاجه يدخل الفريجيدار يزيد يبرد. شوفوا القوام تاعه هذا هو. وهنا دروك بعد ما بردت معايا هذيك الطبقه تاع الصينيه وحكمت روحها، دروك نجيب هذاك الصوص تاعنا. تبغوا ديروا بزاف، تبغوا ديروا غير شويه، انا بغيتها هكا من نقطعها يجي هكا سائل. تبغوا نتوما ديروا غير شويه طبقه قليله ديروا، يعني كيما نتوما ما بغيتوا. بهذه الطريقه دروك غادي نبدا نجيب الملعقه تاعي نبدا نسوي فيها هكا الاطراف تاعها، يعني نبدا هكا نمشي فيه على كامل هذه الكيكه تاعنا. وهنا بهذه الطريقه كلها كيما هكا نزولها شويه هكا هنا هكا، ندخلها للثلاجه حتى تحكم روحها مليح باش من نجي نقطعوها يولي يبانو دوك الطبقات الشابين. تجي هكا من تحلوها بالمغرف تجي زعما هكا حاشا شابه، يعني لازم تخلوها تبرد غاية كيما هكا. النهاية للتحلية تاعنا راهي واجدة في طبق التقديم. هايلا شوفو كيفاش تجي، نقربها لكم هنايا. انا هادي فقط نعطيكم ملاحظه، انا هاد الصوص بغيته يجي هكا يسير، ثم لو بغيتو يجي حاكم روحه ومتما حاكم روحه ديروا فيه شويه تاع الكريم شونتي، طلعوها وزيدوا عليه هذاك الصوص وديروها هكا من الفوق باش تجي حاكمه روحها. هكا هي التحليه تاعنا، ندير لكم هكا نرفد معكم هادي. شوفوا هكا غادي هنا فقط نقسم معكم باش تشوفوا القوام كيفاش يجي من الداخل. شوفوا كيفاش تجي، تجي بزاف بنينه كما شفتوا، ما فيهاش بصوارح بزاف. دوكم عليا نقولكم الى اللقاء الى وصفه مقبله باذن الله. نتمنى لكم تشوفوا الفيديو ولا القناه لاول مره، ما تنسوش تخلوا ابوني وديروا تفعلوا الجرس باش اي حاجه جديده نديرها توصلكم. الى اللقاء.